ذكرنا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. وأنا والله لا أزكيكم على الله، لكن لا أظن أحدا في مقامنا ومجلسنا هذا إلا وفي قلبه من الأمنية العظيمة الجليلة يتمنى لو كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وجملة ما قالوه أنه كان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولم يكن ناعما، كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أجل الجبهة، في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، كان أزج الحواجب في غير قرن، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، ضليع الفم أي كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب فيه ندرة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر شيبه في صدغيه الأيمن والأيسر، في صدغيه شيب منه، وفي أكثر وأكثر شيب أسفل شفته السفلى في عنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه، عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وحدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل سرته، شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، جاء الرواة بنعته بقوله دقيق المصربة، وهذا معنى دقيق المصربة صلوات الله وسلامه عليه، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه، يقول علي رضي الله عنه: لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ما قال علي من المصدقين المؤمنين: فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا كأنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه،